سيد مريم، ما هي طبيعه المشروع اللي تدير شركه ليديك في منطقه فيرارا مقاطعه الحي الحسني مدينه الدار البيضاء؟ في اطار المشاريع الهيكليه لتصريف مياه الامطار اللي كتقوم بها شركه ليديك، اليوم كنشهدوا زياره لمشروع كبير لتصريف مياه الامطار على مستوى منطقه الحي الحسني وبالضبط على مستوى حي فيرارا. فكما كتعرفوا هذه المنطقه كتمتاز بالطوبوغرافي ديالها اللي هي منخفضه وغير متوفره على منفذ طبيعي لمياه الامطار، شيء اللي كيؤدي لواحد التدفقات متكرره خاصه في الفترات الشتويه. بالنسبه للمكونات هذا المشروع فهو كيتكون اساسا من قناتين مجمعتين اللي القطر ديالهم كيبلغ 1600 ملم. لا بارتي الاولى ديال هاد القناتين كتمكن من تجميع وتصريف مياه الامطار الاتيه على مستوى زنقه 64. اما بالنسبه للجزء الثاني ديال هاد القناه فهو كيمكن من تجميع وتصريف المياه الاتيه من حي سيد الخادير. هاد القناتين كيتم الربط ديالهم بئر ديال الدخول اللي كيبلغ العمق ديالو 29 متر، اللي كيصرف هذه المياه عبر سرداب تحت ارضي اللي طول ديالو كيبلغ 17 متر لينيير ولي ديمونسيون ديالو 2.8 × 2.8 فيغ لو سوبر كوليكتور ويست اللي هو القناه المجمعه الغربيه الكبرى. بالنسبه للكلفه الاجماليه ديال هذا المشروع، الكلفه الاجماليه شحال تقريبا ديال المده تاع الاشغال وشنو هي يعني امتى غتسالي الاشغال بالنسبة للأجل المحددة لهذا المشروع فهي 12 شهر. الحمد لله الأشغال حاليا جد متقدمة وكتفوق 80%. المشروع إن شاء الله غتكون الأشغال ديالو منتهية وغادي يكون قابل للاستغلال نهاية هذا السنة. تخلي الكلفة ديالو شحال؟ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع كتبلغ 30 مليون ديال الدرهم مع احتساب الرسوم.